بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر محمد من قناة مستراوي. النهاردة إن شاء الله هنشرح قاعدة should و shouldn't, must و mustn't. هنشرحها النهاردة من كتاب جيم لسنة أولى ثانوي صفحة 23. أول حاجة بيقول لك should و shouldn't. should معناها يجب أن، و shouldn't لا يجب أن أو لا ينبغي أن. أول حاجة للاقتراح والنصيحة أو عند طلب أو إعطاء الرأي أو عند الاقتراح مع كلمة suggest. ناخد أمثلة. كلمة suggestions معناها اقتراحات، advice معناها نصيحة. suggestions للاقتراحات، advice نصيحة. مثال: you should يجب عليك always دائما wash تغسل your hands يديك after you touch the cat بعد ما تلمس القطة. يبقى أنا بنصحك إنك نعمل ده. مثال تاني: we should go to the party together، يجب أن نذهب إلى الحفلة معا. I suggest going to the party together. ممكن نستخدم suggest هنا مع المثال ده، هنقول بدل ما تقول يجب علينا أن نذهب إلى الحفلة معا، ممكن تقول أنا أقترح الذهاب إلى الحفلة معا. هي طب هنا: you shouldn't sleep late. you shouldn't أنت لا يجب أن، sleep تنام، late متأخرا، it's bad for you إنه سيء لك أو ضر لك. معنى كده ان انا منصحك انك تعمل كده ولا لا انصحك؟ يبقى انا انصحك الا تفعل هذا. I advise you، انصحك not to do، الا تفعل this هذا. We use، نحن نستخدم should when، عندما we ask for or give an opinion، عندما نطلب رأيا او نعطي رأيا، opinion رأي. مع I think انا اعتقد، I don't think انا لا اعتقد، او do you think هل انت تعتقد. مثال: I don't think you should work till late. I don't think أنا لا أعتقد you أنك should يجب أن work تعمل till late حتى وقت متأخر. هتلاحظ هنا مكتوب هنا I don't think، فيجي لك في الاختيارات should ولا must؟ لا، دوت عند إعطاء رأي فبنستخدم should. طب هنا برضو I think أنا أعتقد، I think دوت إعطاء رأي، وطالما إعطاء رأي هتستخدم should ولا must؟ هنستخدم برضو should. ثلاثة: عند الاقتراح مع كلمة suggest. مثال: I suggest you should go with us. I suggest أنا أقترح you should go، أنك يجب أن تذهب with us معنا. important notes، ملاحظات هامة. من الممكن استخدام الكلمات التالية بدلا من should في النصيحة. الكلمات التالية دي بتبقى موجودة من أول منهج تالتة إعدادي لغاية تالتة ثانوي، موجود الكلمات دي. should يعني يجب أن. طب ممكن بدل should بيساوي نقول had better، مصدر ought to، مصدر I advise to، مصدر it's advisable to، if I were you I would، it's important to، it would be a good idea to. كلهم معناهم يجب أو من الأفضل أو أنصحك. كلهم معناهم يجب أو من الأفضل أو أنصحك. had better مصدر يعني من الأفضل لك، ought to يعني يجب أن، وتلاحظ إن اسمها ought to مش ought بس. I advise أنصحك، it's advisable من المنصوح، if I were you I would لو أنا مكانك أنا هعمل كذا، if I were you لو أنا مكانك I would eat أنا هأكل، I would study هذاكر، it's important to إنه من المهم أن، it would be a good idea to هتكون فكرة جيدة أن. الصفحة اللي بعدها نفس الكلام بس مع النفي، يعني بدل should shouldn't، يبقى بدل had better يبقى had better not، ought to عكسها oughtn't to يعني لا يجب أن، I advise to هتبقى I advise not to أنصح ألا، it's inadvisable to من المنصوح به ألا، if I were you لو أنا مكانك I wouldn't أنا مش هعمل كذا، it's important to عكسها not to، it would be a good يبقى تبقى it wouldn't be a good idea يعني لن تكون فكرة جيدة. تاخد مثال هنا كده بقول لك you not walk alone، أنت إيه تمشي لوحدك، alone بمفردك، in an inhabited places في الأماكن اللي هي الغير مسكونة بالسكان، من الأفضل أنك تمشي ولا لا؟ ألا تمشي لوحدك، ألا تمشي، يبقى had better ولا had better not؟ had better not، وهكذا كل الأمثلة دي. رقم ثلاثة بيقولك مع زمن الماضي تتحول النصيحة إلى لوم، واللوم يعني blame، blame يعني لوم أو يلوم، ويكون الشكل كالتالي. مع الماضي ركز كده، مع الماضي النصيحة هتبقى لوم، مع الماضي النصيحة هتبقى لوم. طيب هي أصلها should مصدر، لكن لو قلنا should have تصريف ثالث بقى يجب بس في الماضي، يبقى هنا كان يجب عليك، يبقى should have والتصريف الثالث يعني كان يجب عليك، يعني كان المفروض انك تعمل كذا، يعني كان غلط انك عملت كذا،
يبقى it was wrong إنه كان من الخطأ. It was wrong كان من الخطأ. Not to ألا ترجم not to ألا do تفعل that thing ذلك الشيء. يبقى you should have come يجب أن تأتي ولا كان يجب أن تأتي. Should have وتصريف ثالث يبقى كان يجب. يبقى كان يجب أن تأتي early مبكرا. معنى كده أن أنت ما جيتش مبكرا لو you didn't come early. أنت لم تأتي مبكرا. And it was wrong وده كان غلط. طب shouldn't have تصريف ثالث عكس shouldn't. يعني تعرف أن shouldn't يعني يجب أن. طب shouldn't have والتصريف الثالث هي كان إيه؟ لا يجب أن ولا لم يكن يجب أن. لم يكن يجب أن أو لم يكن ينبغي أن. يبقى you shouldn't have wasted your time. لم يكن ينبغي أنك تضيع وقتك. معنى كده أن you wasted your time أنت ضيعت وقتك. And it was wrong وده كان خطأ. بعدها بقى كده ناخد must و mustn't. must مبدوع معناها يجب أن. طب أنت must وأنت should. إحنا خلاص عرفنا should وأنت shouldn't. طب نستخدم must أول حاجة لـ necessity يعني ضرورة. اكتب ترجم necessity الضرورة. You must study hard. يجب عليك أن تذاكر بجدية. معنى كده إن it's necessary إنه ضروري to study hard إنك تذاكر بجدية. طالما necessary يبقى must. طب I must phone my friend to tell a very important thing. أنا يجب أن أتصل بصديقي لأخبره شيء مهم جدا. يبقى دي ضرورة. شيء important مهم يبقى دي ضرورة يبقى must. طيب plants النباتات must get enough light. النباتات يجب أن تحصل على ضوء كافي and water ومياه كافية. If they are to grow properly properly يعني عشان ينمو بشكل properly يعني مناسب او صحيح. يبقى الميه والضوء بالنسبه حاجه ضروريه يبقى should ولا must. طالما ضروري يبقى must. نمبر 2 strong advice نصيحه قويه زي يجب ان تتوقف عن التدخين انا بنصحك نصيحه قويه يبقى must. يجب ان تذاكر بجديه يبقى must. 3 الدعوات الحاره warm invitations يجب ان تاتي لحفله عيد ميلادي انها تكون بكره ده انا كده بدعوك دعوه صادقه من جوايا يجب انك تيجي يبقى must. انا هنتظرك على الغدا يبقى برضو بدعوك نصيحه دعوه قويه يبقى must. طب مشاعر قويه زي strong feelings اللي هي زي ايه انا يجب ان اشتري هديه لعيد ميلاد امي دي حاجه من جوايا بتقول لازم اشتري يبقى برضو must. يجب ان اتصل بهدى عشان نسالها عن امها المريضه يبقى برضو هنا must. ندخل على mustn't بمعنى لا يجب. نستخدم mustn't للتعبير عن التحريم يعني شيء خطير او ضد القانون حاجه ممنوعه زي مثلا لا يجب انك تركن park يعني تركن سيارتك here هنا it's not allowed غير مسموح. بعدها you mustn't smoke لا يجب ان تدخن in petrol stations في محطات البنزين. it's against the law. against the law يعني ضد القانون ترجم it's against the law ضد القانون واللي فوق it's not allowed يعني انه غير مسموح ترجمها. أنت تدخن في المستشفيات ولا لا يجب أن تدخن؟ لا يجب برضو يبقى mustn't عشان ده ضد القانون. لاحظ أن يمكن استخدام بدائل must في المثال التالي. أنت عندك كلمة mustn't معناها لا يجب بدل ما ممكن تقول mustn't بدائلها it's forbidden أو it's banned أو it's prohibited to مصدر. تاني it's forbidden it's banned it's prohibited to مصدر. معناهم الثلاثة إيه؟ ممنوع أو محظور. forbidden وbanned وprohibited معناها ممنوع او محظور وits يعني انه مثلا to smoke in hospitals ان تدخن في المستشفيات. وممكن نعمل ايه تاني نقول it's not allowed to انه غير مسموح. it's انه not يعني غير او ليس allowed to مسموح ان. وبعدها كمل مثلا تقول تدخن في المستشفيات. ممكن نستخدم ايه تاني ممكن نقول فاعل am or with or على حسب الفاعل ده هو she it ولا I ولا we they you. بعدها not allowed to زي مثلا الفاعل هو you you بتاخد are بعدها not يبقى not allowed to يبقى you are not allowed to انت غير مسموح لك to smoke in hospitals ان تدخن في المستشفيات. من الممكن استخدام mustn't للتعبير عن النصيحة القوية زي ايه مثلا لا يجب انك تسهر stay up late يعني تسهر متأخرا as it's bad for your health لان ده ضر ب your health صحتك. او you mustn't waste لا يجب ان تضيع your time وقتك in vain بلا جدوى in vain بلا جدوى او بلا فائدة. you mustn't eat this food لا يجب ان تأكل هذا الطعام it's poisonous انه سام. صفحة 42 42 وناخد important notes وملاحظات هامة. expressing necessity التعبير عن الضرورة من الممكن التعبير عن الإلزام أو الضرورة في الأزمنة المختلفة كما يلي. ممكن نقول have to has to يعني يضطر أن. have to أو has to معناهم يضطر أن. have طبعا مع I we they you
has مع he وshe وit. ممكن نقول need to أو needs to بعدها المصدر. ممكن نقول it's necessary for حد to مصدر. it's necessary يعني إنه ضروري. for حد to مصدر إنه يعمل كذا. مثال you have to wear a helmet. أنت تضطر إنك wear ترتدي a helmet خوذة when you drive a motorbike عندما تقود دراجة بخارية. معناها إنه it's necessary إنه ضروري for you لك to wear a helmet إنك ترتدي خوذة. طب had to يعني اضطر أن. اضطر أن يعني إنه ضروري ولا كان ضروري؟ كان ضروري يبقى it was necessary. it was necessary إنه كان ضروري for had to مصدر. ده في زمن الماضي طالما was يبقى الكلام في الماضي. طالما had كلام في الماضي ركز تاني. have و has و need و needs و it's ده مضارع لكن had ماضي و was للماضي. مثال they had to leave early. they هم had to اضطروا أن leave early يغادروا مبكرا in order to يعني لكي. طب in order not to لكي ولا لكي لا؟ لكي لا. in order not to لكي لا miss the train يفوتوا القطار. معنى كده ان هو ضروري ولا كان ضروري؟ بقولك اضطروا يبقى كان ضروري يبقى it was necessary for them كان ضروري لهم to leave early ان يغادروا مبكرا. طيب في المستقبل هتقول طبعا سوف يضطر يبقى سوف يضطر will have to مصدر او انه سيكون ضروري it will be necessary سيكون من الضروري for had to مصدر. مثال you will have to انت سوف تضطر ان show your passport يعني تظهر جواز سفرك to the officer للضابط at the airport في المطار. معنى كده ان هو it will be necessary for you سيكون من الضروري لك to show your passport انك توري او تظهر له جواز سفرك. الكلام ده كان النسيستي الضرورة. هنا بقى lack of necessity يعني نقص الضرورة. lack يعني نقص أو قلة necessity الضرورة. طالما في الضرورة بتقول تضطر يبقى نقص الضرورة يبقى لا يضطر. من الممكن التعبير عن عدم الإلزام في الأزمنة المختلفة كما يلي نقول needn't وبعدها المصدر و don't have to أو doesn't have to يعني لا يضطر أن. تاني needn't لا يحتاج بعدها المصدر needn't معناها لا يحتاج أن وبعدها المصدر don't have to لا يضطر أن doesn't have to لا يضطر أن. ممكن تقول don't need to لا يحتاج أن doesn't need to لا يحتاج أن وبعدها برضو المصدر. كلام واضح خالص. يبقى عندك هنا she doesn't have to hurry هي لا تضطر أن تسرع. معنى كده إنها she needn't hurry لا تحتاج أن تسرع. هتلاحظ إن doesn't have to بعدها doesn't have بعدها to لكن needn't مفيش معاها to. ركز needn't مفيش معاها to لكن need معاها to. طب الماضي منهم هتقول didn't have to يعني لم يكن مضطر وبرضو كمان فيه needn't have تصريف ثالث لم يكن مضطر ولكن ايه الفرق؟ ركز في الاثنين دول لان بينهم بيبقى فيهم سؤال دايما. لم يكن مضطر اهو لم يكن مضطر وهنا برضو لم يكن مضطر بس هنا لم يكن مضطر للقيام بالفعل ولكنه قام به يبقى needn't have والتصريف الثالث. لكن لم يكن مضطر بالفعل وبالفعل لم يكن بالفعل يبقى didn't have to. مثال انا ما اشتريتش خبز يبقى انا ما كنتش مضطر ان اشتري خبز وبالفعل ما اشتريتش يبقى didn't have to. لكن هنا لما يجي يقول لك you needn't have come so early انت ما كنتش محتاج انك تيجي بدري ما كنتش محتاج انك تيجي بدري بس انت هنا جابها لك بنيت انت في تصريف ثالث انت ما كنتش محتاج انك تيجي بدري بس انت جيت بس انت جيت لان بس انت قمت بالفعل. طب هنا want to have to يعني لن يضطر ان want need to لن يحتاج ان want to have to لن يضطر ان want need to لن يحتاج ان وده في زمن المستقبل طبعا. يبقى مثلا I want need to انا لن احتاج ان travel by train اسافر بالقطار my friend صديقي will take me سيأخذني in his car في سيارته. بيقول لك هنا لاحظ ان don't have to doesn't have to و needn't بيجي بعدهم المصدر بيساوي it's not necessary انه ليس ضروري for حد to مصدر. طيب هنا didn't have to و needn't have وتصريف الثالث بيساوي it was unnecessary انه ضروري كان ضروري ولا لم يكن ضروري؟ لم يكن ضروري عشان ده الكلام ايه في الماضي. وهنا want to have to لن يضطر ان يعني it won't be necessary لن يكون ضروري for حد to مصدر. نفتح صفحة 27 ونحل شوية تمارين مع بعض. واول سؤال I not write to my brother. I haven't written to him for long. أنا ما كتبتش لأخويا for long لمدة طويلة. يبقى أنا يجب أبعت له خطاب. يبقى دي حاجة صادقة من جوايا. يبقى must. عشان إيه يجب. تانية. Mona's eyes are not good. عينيها مش كويسة. She not wear glasses. هي إيه ترتدي نظارة. يبقى يجب أن ترتدي نظارة. ما فيش ولا واحدة منهم يجب تنفع غير ought to. ought to معنى يجب اللي هي بيسوي should أو must. تلاتة.
This is a military area. Military area يعني منطقة عسكرية. Military يعني عسكرية. أنت إيه؟ تصور أي شيء يبقى مسموح لك ولا غير مسموح لك؟ يبقى غير مسموح لك، يبقى aren't allowed وبعدها to. لو أنت لاحظت هتلاقي needn't، بس needn't ما بتاخدش to. Number four, we don't have much time. ليس لدينا وقت كافي أو much كثير، وقت كثير for the train، للقطار. يبقى نحن إيه؟ نسرع. يبقى يجب أن نسرع، يبقى يجب وما فيش لها بديل، يبقى must. خمسة، the baby is asleep. البيبي نايم. And I want to do the housework. وأنا عايز أعمل الواجب أو الشغل المنزلي. يبقى أنت إيه؟ تصرخ. يبقى لا يجب أن تصرخ، يبقى لا يجب، يبقى mustn't. ستة، students are الطلاب ايه؟ ينسوا تعليمات المدرس. يبقى لا يجب ان ينسوا تعليمات المدرس، لا يجب ان، يبقى mustn't. سبعة، you don't have enough money. ليس لديك مال كافي for this expensive jacket، للجاكيت الغالي ده. انت ايه؟ تبحث عن واحد ارخص. يبقى يجب انك تبحث عن واحد ارخص. بقولك I suggest في الاخر، شايف كده؟ I suggest اقترح، وطالما الاقتراح طبعا يبقى should، يا shouldn't طبعا يبقى ناخد should. تمانية، It's really good film. فيلم جيد حقا. انت ايه؟ تذهب وتراه مع عائلتك. يبقى يجب ان تذهب وتراه مع عائلتك. فين يجب هنا؟ مفيش يجب كاملة هنا غير بديل يجب اللي هو had better، يعني من الافضل، دي من بدائل should. تسعة، he suggested that. هو اقترح ان. طالما suggested ما تكملش خلاص، طالما اقتراح يبقى should. فين should؟ ادي should. رقم عشرة، you not talk to your mother. تتحدث مع والدتك like that، مثل هذا. It's impolite. هذا غير مؤدب. يبقى انت يجب ان تتكلم مع والدتك كده ولا لا يجب؟ لا يجب، ما فيش الا mustn't. 11، when you come to Cairo again. عندما تأتي للقاهرة مرة أخرى. انت ايه؟ تأتي وترانا. يجب انك تيجي وتشوفنا. دي دعوة صادقة، بقول لك تعالى وشوفنا، لأن كده بدعوك دعوة صادقة، يبقى must. 12، no one is not to smoke. no one، لا احد، is not to smoke، ممنوع انه لا احد ممنوع انه يدخن هنا، ولا لو احد مسموح له انه يدخن هنا، مسموح، يبقى allowed. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة، بس عايز اذكركم بحاجة بسيطة، ان صفحة 28 و44 و45 فيها بقية التمارين، هتحلوا التمارين دي، ولو عند حد عنده اي استفسار في حاجة ممكن يكتب لي رقم السؤال وان شاء الله احلها له، والناس اللي معايا في كورس المتابعه الاونلاين او في الدرس هيحلوا التمارين دي وهنصححها مره جايه ان شاء الله، والجميع هيكتب في الكومنتس الحاجات دي. يعني ايه من غير المنصوح؟ اكتب معناها بالانجلش في كومنت. يعني ايه من غير المنصوح باللغه الانجليزيه؟ يعني ايه لو كنت مكانك؟ لو كنت مكانك، من الافضل الا، من الافضل الا، لم يكن ضروري، لم يكن ضروري. أشكركم على المتابعة، ما تنسوش تعملوا لايك الجميل والسبسكرايب الحلو، وتشارك الفيديو في الجروبس واتس وتليجرام وفي أي مكان. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.